أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 6 على 6. برحب بحضراتكم في البداية بأستاذ السيد. أهلا بيك، ازيك يا أحمد؟ أخبارك يا حبيبي؟ أخبارك يا أستاذ؟ تمام والله، الحمد لله بخير الحمد لله. وبنرحب بالمشاهدين والمتابعين لنا كده اهوت إن شاء الله، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة، وأنا عارف إن في منتظر كتير للحلقة الجميلة دي إن شاء الله. محتارين في مسمى فحص البصر في مصر. والله العظيم أنتوا تعبتوا دماغي. يعني هو أصلاً إحنا مش بنخترع عجل. احنا يا جماعة مش بنخترع مسمى وظيفي وجايبين مهنة جديدة، دي حاجة معترف بيها عالميا. احنا بس هنا اهملنا لفترة ما في الفحص ده، في النظام ده، ولا يضيع حق وراء مطالب. يعني احنا ليه بقى بنكرر كل مرة المسمى لان احنا ده حق بنطلبه لابنائنا والاجيال الجاية وللمستقبل البصريين. فما ينفعش ان احنا كل شويه مسمى البصري ايه، الفحص يبقى ايه او يبقى مساعد. لا يا جماعه كده غلط. خلونا نوري حضراتكم كده والساده المسؤولين كمان اللي هم اللي محتارين في المسمى، نشوف على مستوى العالم كله وضع فحص البصري وضعه ايه على مستوى العالم كله. خلونا نشوف كده فيديو دقيقه كده ونرجع تاني مع بعض. يا صباح الخير. كثير من الناس يتخوفون يسوون قياس النظارة في محلات النظارات اللي موجودة، فيتخوفون ما يكون عندهم ثقة فيسألوني هل هي زي المستشفى ولا لا. طبعا محلات النظارات معظمها عندها قياس للنظر، والقياس هذا يكون مجاني. اللي يسوون فحص النظر في المحلات هذه ناس مختصين في البصريات ولهم شهاداتهم ولهم كفاءتهم، فماني شايف اي داعي للقلق ان الواحد يسوي مقاس النظاره عند محلات النظارات اللي فيها اخصائيين بصريه. لكن في بعض الحالات لابد اجراء الفحص في المستشفى. زي ايش؟ زي الاطفال لابد ان طبيب عيون الاطفال هو اللي يفحص نظر الطفل عشان يتاكد ان ما في كسل بالعين، وبالتالي لا سمح الله وبالتالي لابد من علاجه. وحسب علمي ان محلات النظارات ما يسوون فحص قياس النظارة في المحلات بالنسبة للأطفال. طبعا الأطفال غالبا يحتاجون قطرات لتوسيع الحدقة عشان يكون القياس أدق. النقطة الثانية بالنسبة للكبار، في بعض الحالات أيضا نحتاج نحط لهم قطرات لتوسيع الحدقة عشان يكون الفحص أكثر دقة، ومن ضمنها حالات اللي عندهم طول نظر. ده فحص البصر، ده الراجل اللي خرج على لائحة كلية العلوم التطبيقية جامعة بني سويف، دي اللايحة اللي اتعلم عليها. بص يا السيد، اللايحة كلية العلوم التطبيقية برنامج البصريات وعلوم الرؤية. أيوه. بص كده حضرتك معايا، بيهدف لإيه؟ أولا يهدف إلى إعداد للتخصص بالبصريات. لو في صورة يا ريت ننزل بيها بس عشان السادة المشاهدين يبقى واضح ليهم. بيقول لك يهدف إلى إعداد متخصص بالبصريات تمام؟ وعلوم الرؤية ملم بالقوانين الفيزيائية لانعكاس الضوء وانكساره. جميل. تمام؟ قادرا على تحديد عيوب الإبصار البسيطة ووصف وإعداد النظارات والعدسات اللاصقة والتعامل مع المعاينات البصرية والقيام باختبارات النظر وتمارين ومعرفة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أعلى. تعرف يا أحمد أنا بيحزنني إيه؟ بيحزنني إن كل حاجة واضحة ومفهومة. دي اللايحة يا السيد. دي اللي دخل اتعلم، واضحة ومفهومة. دي اللي دخل اتعلم عليها وتخرج رافع قضية عشان خاطر ياخد المسمى بتاعه. ليه نرفع قضية؟ ليه أصلا؟ ده راجل يعني احنا دارسين وعلى علم، ليه نرفع قضية؟ المفروض اي بي سي ده راجل شغل. ده الراجل ده كمان بيفيد الدكتور رمض. الدكتور رمض عنده تخصصات كتيرة جدا، هو بيفيده. خلي بالك في بعض المراكز لازم يكون موجود الفحص البصر دوت عشان يدي مساحة للدكتور يشوف المجالات التانية بكتير قوي، مجالات أمراض العيون، فلازم له مساحة. فمش عارف يعني ليه التكويش وليه نمنعه وليه نروحه نرفعه قضية وليه. أنا بصراحة اتضايقت يعني من كتر الكلام دوت. فاهم كمان النطاق اللي هو هيشتغل فيه طبعا، يعني انا داخل لي حد يعمل كشف، ظهر كتركت، ظهر اي مرض تاني، حساسيه، اي شيء، بحوله للدكتور على طول بكل سهوله. ودكتور الصيدلي كان في مداخله
يقول انا مش عارف اسميه ايه واحطه، واحنا بنتحايل عليك، ده هو متسمى اصلا، بس احنا مش عارفين ناخده حقنا مش اكتر، يعني مش عارفين نوصل صوتنا مش اكتر. ده المسمى وده القانون كمان يا السيد، انه كل حاجه موجوده والشرح موجود والعلم موجود، بس احنا محتاجين صوتنا يوصل، بس صوتنا يوصل لوزاره الصحه، صوتنا يوصل لكل واحد مسؤول ان في ده مش اختراع يا جماعه، ده مش اختراع، ده العالم كله ماشي بيه، دول العالم الثاني والثالث والرابع، احنا واحنا مش هنسيب الموضوع دوت، احنا وراه لغايه لما نشوفه حل يعني كده باذن الله. انا من خلال برنامج برضو بشكر سياده النواب على نجاحهم اول شيء، وتاني شيء على تواصلهم معانا ان هم باذن الله هيبتدوا ان هم يشتغلوا على القانون اللي هو 59 في تعديله. ايوه القانون كمان حتى اللي هو اللي بيدور كمان على القانون وبيقول هات لي قانون يثبت ان انا ما اقدرش ان انا ابيع نظاره او ما ابيعش نظاره، او الغريب كمان اللي انا سمعته ان النظاره مستلزمات طبيه. يا باشا اللي حصل ان كان يعني كذب مرتب بطريقه يعني مرتبه، فعشان كده احنا بنتخض، القانون كذا بيقول كذا، وهو الكلام ده مش موجود اصلا ولا احنا شايفين ولا اي حاجه، انما القانون موجود اهو. القانون موجود يا سيد، قانون 59 من قانون 59 ماده 23 بتقول لحضرتك كل من زاول مهنه تجهيز النظارات الطبيه او بيعها او فتح محلا بدون ترخيص يعاقب بالحبس. عموما الموضوع ده مش هنفتحه فيه كتير بعد كده اهوت، لان ده حق والحق مكتسب وحق لنا، وان شاء الله في جهات معنيه بصريه هتطالب بيه، احنا بس لازم نحط ضوء ولازم نكون غيورين على ابنائنا وعلى مهنتنا، لان الموضوع بقى بصراحه مسيء جدا وهم بيحاربوا لوحدهم. احنا معاكم يا شباب، نتمنى ان احنا نعدل اللوائح، او انا على الاقل انا طالب دخلت اتعلمت في مكان، انا داخل على لائحه عارف ان انا هتخرج هتحط فين المكان بتاع الطبيعي، او على الاقل اديني الوضع الطبيعي بتاعي اشتغل حتى بره بلدي، انا مش واخد حقي كمان بره بلدي. طبعا بره البلد كمان مش قادر ان انا اتعين في بلدي او غير بلدي، فنتمنى ان شاء الله ان الوضع ده يتحسن ان شاء الله، ومش سايبينكم ومعاكم وهنطالب مهما كان الحدث ان شاء الله باذن الله. معنا لقاء النهارده قنبله. ايوه طبعا. مع القيمه والقامه استاذ وليد سعد المدير الاقليمي لشركه اميكو. قامه بالنسبه لنا احنا عاليه جدا في مجال البصريات، بنتعلم منهم في تطوير المهنة وبنتعلم منهم في تطوير الأجهزة على مستوى العالم كله وتوفير العلم كله للأخصائيين وفنيين البصريات. وأستاذ وليد سعد اللي أنت قلته ده كله إحنا بنتعلمه منه الإنسانية والإحترام واحترام الآخر، وإزاي تبقى كبير في مجالك وصغير مع الشباب الصغير، وإزاي تستحوذهم، ازاي تبني افكارك. انت انا في كومنتات كتير قوي لما نزلنا على الصفحه كده، ده استاذي ده معلمي، انا حسيت بقى وليد سعد ده 70 سنه جاي يعني، ده الخبره دي ايه ده؟ لقيت لا 70 سنه ايه ده، احنا قدام شخصيه صعب ان هي تتكرر، وان شاء الله نستفيد منها، والحلقه دي ان شاء الله هعصره جامد قوي ان شاء الله. باذن الله. خلونا نطلع فاصل بسيط ونرجع لحضراتكم تاني مع استاذ وليد سعد، وان شاء الله تبقى حلقه تنول اعجاب الناس كلها باذن الله. 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 فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لحضراتكم تاني مع القيمه والقامه استاذ وليد سعد المدير الاقليمي لشركه اميكو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، شرفتنا. شرف لي. اهلا وسهلا. احنا اولا شرف لنا استضافتك. ربنا يكرمك. وقبولك ان انت تكون معانا ان شاء الله في البرنامج، وبنسعد بيك دايما في جميع المحافل يعني كده اهوت، وانا بشكرك بصفه شخصيه. ربنا يكرمك، ده شرف ليا، وبشكركم على المقدمه اللي يعني اكثر بكثير من انا استحقها الحقيقه، بس يعني اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع باذن الله ان شاء الله. في البدايه استاذ وليد بس حابين نعرف الساده المشاهدين شركه اميكو. تمام. شركه اميكو احنا شركة أجهزة طبية في الشرق الأوسط، موجودين في 13 دولة، بنخدم ال 13 دولة دول على مستوى الشرق الأوسط من خلال 22 مكتب في مصر والخليج، السعودية، الإمارات، دول الخليج عموما، سوريا، لبنان، الأردن، العراق،
يعني وكل مكتب موجود من ال 22 يعتبر كيان قائم بذاته كشركه، بالاداره، بالسيلز تيم، بفريق الدعم اللوجستي، بكل تفاصيله، علشان نوصل لاكبر خدمه بالنسبه للعملاء. المجالات اللي بنشتغل فيها هي الاجهزه الطبيه والفيجن كير. الاجهزه الطبيه يعني في معظم الاجهزه الطبيه سواء بنتكلم عن الرمد او العيون، بنتكلم عن العظام، الاشعه، الجلديه، جميع يعني الاجهزه. يعني ما تخصصناش في الرمد بس يعني. خالص خالص. هو طبعا يمكن كانت البدايه في الرمد وبعد كده بدا التوسع. الجزئيه اللي تهمنا احنا كمتخصصين او اخصائيين بصريات هي جزئيه الفيجن كير. الفيجن كير عندنا النظارات الطبيه والشمسيه، وعندنا الاجهزه البصريه، وكمان عندنا العدسات اللاصقه. وطبعا الموضوع زي ما انتوا كنتوا بتقولوا في المقدمه او في الفصل اللي فات، انه العدسات اللاصقه للاسف في مصر مش مع الاخصائيين او مش في محلات النظارات، موجوده في الخليج وفي كل دول العالم في محلات النظارات، عدسات لاصقه، عيادات فحص. ف يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل كل ده متاح لنا هنا للاسف. ان شاء الله يكون عن قريب كده، يكون متاح ان شاء الله. احنا في البدايه لما عرضنا الفيديو كده، فالواحد بيشوف على تكنولوجيا عاليه جدا من الاجهزه، ومش عارف انا التكنولوجي ده مواكب يعني راح لفين، فعايز اشوف اعرف ايه مراحل التطور بالنسبه للاجهزه. طبعا لو بنتكلم على الاجهزه البصريه فيما يخص اخصائيين البصريات، خلينا نتكلم على مصر تحديدا، او الجزء اللي الاخصائي البصريات بيشتغل فيه في مصر. مش هتكلم على عيادات الفحص اللي بتبقى موجوده في باقي الدول، بنتكلم بس على الاجهزه اللي ليها علاقه بقص العدسات اللي تخص النظارات، واجهزه اللينز ميتر والحاجات اللي هي احنا بنشتغل فيها. طبعا يعني اكيد كلكم عارفين طبعا انه التطور حصل في الاجهزه البصريه من في قص العدسات من ساعه لما كنا بنقص بالمقص اليدوي ونسن بالمسن اليدوي، وبعدين دخلنا في مرحله الماكينه اللي هي بتعمل الجبريتا، وبعدين في السكان فورم، وبعدين في الديجيتال اللي هي بتصور العدسه بدون التريسر. طبعا الاخصائيين فاهمين الكلام اللي انا بقوله. الفكره كمان انه الموضوع ما بقاش متوقف على محل نظارات بس، انه تقدر تحط فيه جهاز يقص لك العدسات على حسب احتياجاتك. انت انتاجيتك عامله ازاي؟ انواع العدسات اللي بتشتغل فيها ايه؟ بتقص نظارات فول فريم ولا ريملس ولا نيلور ولا ايه؟ كل التكنولوجي دي بتتطور مع تطور اللي بيحصل في مجال العدسات والفريمات. يعني الموضوع عباره عن منظومه. يعني اقصد الاوبشن بيتغير، ولا انت بتديله الجهاز المناسب لطبيعه عمله؟ الأجهزة بتختلف يعني على حسب طبيعة العمل أو احتياجات العمل، خلينا نسميها كده. الإنتاجية بتاعتك عاملة إزاي؟ قد إيه؟ بتحتاج مكنة صغيرة تخدم مثلا فرع أو فرعين، تركب عدد بسيط من الأوردرات في اليوم، ولا عندك منظومة أو شركة ليك عدد من الفروع بتركب عدد أكبر من النظارات في اليوم، فيبقى في نوع تاني من الأجهزة يعني الإنتاجية بتاعته بتبقى أكتر، توفر مع الوقت طبعا، توفر وقت وتنجز وتعمل كواليتي كويس كمان في نفس الوقت. أو عندك مصنع بتعمل تركيب لشركات بره او شركات موجوده في السوق يعني، فبالتالي يبقى في ماكينات بتعمل انتاجيه أعلى. بشكل اعلى. غير الانتاجيه بس، نوعيه النضاره بقى، هل انت محتاج النضاره المكنه تعمل نضاره ريملس تخرم العدسات، ولا محتاج بس لغايه تقص وتعمل نيلور والحاجات دي؟ يعني كل تقنيه بتبقى متوفره بشكل معين في مكنه معينه. مظبوط. حسب احتياجه هو ليها. تمام. الحاجه اللي انا عايز بس اشير اليها انه منظومه مجال البصريات هي منظومه مكتمله، يعني ما فيش حد بيشتغل في جزر منعزله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه شركات النظارات، طبعا النظارات مرتبطه بالموضه، فكل شويه بيحصل فيها تطور في نوع الفريم، في شكله، في طريقه التركيب بتاعه والحاجات دي. كذلك العدسات، في دراسات ويعني اماكن متخصصه بتعمل ابحاث علشان تطور من العدسات، وازاي توصل لرؤيه افضل، ازاي تدي العميل راحه في الرؤيه وتعمل بلو كات والحاجات التطورات اللي بتحصل. وفي نفس الوقت الشركات بتاعت الاجهزه اللي هي بتقص العدسات،
كل دول بيشتغلوا كمنظومة واحدة، بيشوفوا ايه التطور اللي بيحصل، وكل شوية الناس بتطور. يعني المكن مثلا لو بنتكلم تحديدا على مكنات القص في التكنولوجيا الأجهزة البصرية، التطور بيحصل فيها بالتوازي مع التطور الفريمات وكذلك العدسات. النوعية الجديدة من العدسات لازم يبقى السنسيتيفيتي بتاعت او حساسية الجهاز نفسه للعدسة دي علشان يحافظ عليها، لان كل ما بيبقى فيها تكنولوجيا اكتر بتبقى قيمتها اعلى، فبالتالي بتحتاج شغل بطريقة مختلفة. الباسكيرف، الشيبات المختلفة، طبعا الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي حديثة، مظبوط، كل ده بيتواكب معاه. يعني الأجهزة بتتصنع على التطور بتاع اللي بيحصل في العدسات والنظارات في نفس الوقت. طبعا بالإضافة لكده، يعني مش عايز أحصر الموضوع في الأجهزة البصرية بس، احنا بنتكلم حتى في التولز اللي بيستخدمها التكنيشن علشان يعمل الفيتنج أو التركيب للنظارة في الآخر، دي كمان بتتطور الفريمات والعدسات. يعني لو بصينا على كم التولز أو الأدوات اللي ممكن يستخدمها التكنيشن عشان يطلع نظارة بشكل جيد، لا يعني الموضوع مجال واسع، مجال كبير جدا. طيب خليني يا استاذ وليد اقول لحضرتك برضو سؤال مهم. مع تطوير الشركه ده بنعمل توازن ازاي ما بين تطوير الشركه وتطوير العنصر البشري اللي احنا نوفر له الخدمه ديت؟ هو طبعا يعني العنصر البشري انا بعتبره، مش انا اللي بعتبره، يعني اكيد كلنا بنعتبره من اهم العناصر اللي موجوده في اي مؤسسه. لانه انت ممكن يبقى عندك اعلى جهاز متطور بيعمل اعلى تكنولوجي، بس لو ما عندكش الكفاءه اللي تقدر تطلع منه الانتاجيه المظبوطه، يبقى انت ما استفدتش بيه. فاهم حاجه في اي منظومه هو العنصر البشري الحقيقه. وتطوير العنصر البشري هو مسؤوليه الاشخاص نفسهم قبل المؤسسات، وبعدين مسؤوليه المؤسسه او الشركه اللي هو بيشتغل فيها او المكان اللي هو بيشتغل فيه. يعني لازم كل انسان هو اللي يطور، يبدا يبقى عنده الاراده ان هو يطور من نفسه علشان يعني يدور على الفرصه والمكان اللي يخليه يساعده على التطوير. فدي من الجزئيات المهمه جدا اللي لازم الناس تشتغل على نفسها. تمام. خلونا نطلع بس فاصل بسيط ونرجع مع استاذ وليد تاني فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. تعرف انك تقدر تغير نظارتك وانت في مكانك من غير مجهود؟ ازاي؟ لو حملت تطبيق نظارتي هتلاقي فيها افضل محلات النظارات والقريبة ليك، عندهم عدسات وفريمات هاي كواليتي واسعار مناسبة، وفي تقييم لكل محل يساعدك. كل ده ولسه في عروض كتير. نظارتي، خليك في المضمون. السلام عليكم، مع حضرتك المندوب الخاص بتطبيق نظارتي. تحب تعرف اكتر عن التطبيق؟ وعليكم السلام ورحمه الله. وعباره عن ايه التطبيق ده وهستفاد منه ايه؟ تطبيق نظارتي بيخاطب العميل المهتم بمحلات النظارات وبيوجهه على اقرب الفروع ليه. وحضرتك هتكون من ضمن المحلات الموثوق فيها والمرخصه على مستوى الجمهوريه اللي هيقدر يوصل لها العميل بدون مجهود وبسهوله جدا، وكمان من خلال الحملات الاعلانيه المموله على الفيس والانستجرام الخاصه بالتطبيق هتجيب لك عميل جديد ما كنتش هتعرف توصل له قبل كده، وبكده ثقة عملائك هتزيد. مش بس كده، انت ممكن تعرض صور نظاراتك وخدماتك ومنتجاتك على الابليكيشن وتبيع من خلاله، ده غير ان في تقييم للمحل من خلال العملاء لضمان الجودة. ابليكيشن نظارتي بيوفر الدعم على اي استفسارات من العملاء، وبكده العميل هيختارك بسبب قرب المسافة والثقة وضمانه لمستوى الخدمة الجيد. هنا تقدر تنافس وتواجه البيع الاونلاين المنتشر على الفيس اللي بيعرض بضاعة رديئة. وما تنساش رسالتنا الارتقاء بمهنة. مستني ايه؟ اشترك معانا وخليك من المضمونين. افتح اللينك ومن البيانات. رجعنا لحضراتكم تاني من الفاصل، معانا استاذ وليد. اهلا بيك استاذ وليد. يا مرحبا. دلوقتي انا يعني خبره قديمه شويه، فانا بقى من اسئلتك انت الان منك. فدلوقتي كل واحد يقول انا شغال اتش ار، انا هقابل اتش ار، وانا مش عارف يعني ايه اتش ار. فانا قلت بقى مفيش حد هيفيدنا غير مستر وليد. ممكن تفيدنا يعني ايه اتش ار، وكانت ايه الاول ودلوقتي بتطور ازاي؟ طيب هو اتش ار واختصار طبعا للهيومن ريسورس او الموارد البشريه. الشركات قبل كده ما كانتش بتهتم قوي بالجزئيه دي. يعني لو هنتكلم عن التطور فيها كانت شؤون العاملين اللي هو ليه علاقه بالمرتبات والجزاءات والحضور والانصراف والحاجات اللي هي العامه دي.
بعد كده بدأت الناس تتجه أو المؤسسات والشركات تتجه أنه في يعني الموارد البشرية دي من أهم العناصر زي ما كنت بتكلم قبل الفاصل. وحتى يعني حصل تطور في المسمى نفسه، ما بقاش بس اسمه Human Resource أو موارد بشرية، بقى بيطلق عليها Human Capital. Human Capital يعني رأس المال البشري. وده مسمى رائع. أنا شايف أنه أوقع من من موارد بشرية. فلو افترضنا النهاردة أن أنت حضرتك عندك رأس مال وعايز تطوره، بتعمل إيه؟ بتشوف إيه الحاجات اللي أنت ممكن تستخدم فيها رأس المال ده، هتطوره إزاي، هتستثمره في إيه، وبالتالي ينمو معك. لو فضلت بتصرف منه بس أكيد هيجي عليه وقت ويخلص. يعني ده تشبيه بسيط قوي بس عشان نقرب المفاهيم. نفس الكلام بالنسبة لرأس المال البشري أو الهيومن كابيتال، أنه لازم تستثمر فيه، لازم تعرف العنصر البشري دي عندك هو بيمثل إيه، هو الكيان أصلا. لازم تطور فيه، وكل ما بتطور في العنصر البشري ده بتاخد منه أكتر. يعني ده اللي هو بيسموه Return of Investment، اللي هو العائد أو المردود من الاستثمار، فبالتالي بيديلك أكتر. لما بيحس إن أنت بتطور فيه كمنظومة أو مؤسسة، هو كمان بيبقى عنده ولاء للمؤسسة دي، وبالتالي بيدي أكتر، عطاؤه بيزيد. أنا بشوف إنه بعض الناس بتبقى متضايقة إنه عندهم حد من العمالة وبيسيبهم ويمشي ويروح يفتح وينافسهم والحاجات دي. يعني لو احنا بدأنا ان احنا نعلم الناس اللي موجودة معانا دي ونعلمهم اصول المهنة وثوابت المهنة، وان احنا نحترم المنافس ونحترم مهنتنا ومجالنا، حتى لو هو ربنا كرمه وفتح، ما طبيعي ان الناس تفتح وتكبر سنة. بس على الاقل هيبقى شغال بنفس الدايركشن او التوجه اللي انا علمته له، اللي هو فيه الاصول والاسس بتاعت المهنة. فالموضوع لازم يبدأ من الناس الموجودة على الارض دلوقتي، يطور الشباب اللي لسه الخريجين او اللي لسه داخلين المجال جديد، فده مسؤوليه كبيره الحقيقه. حتى وهو بيدرس. يعني انا واحد من الناس، انا سعيد بالبرنامج انه وصل كتير لطلبه حتى بعد ما بيتخرج المعلومات عنده بتبقى محدوده شويه. تمام. من حته المجال اللي هو نزل في مكان او اشتغل فيه، فما بيبقاش ملم حاجه كامله. مظبوط. او ملم بالمعلومات كامله بالنسبه للشركات كلها. في التوازن ما بين التعليم وما بين الشركات ديت او توصيل المعلومه، شايف حضرتك الطالب ممكن يشتغل ازاي على نفسه من اول سنه اولى؟ طيب، هو يعني الوضع دلوقتي مختلف عن قبل كده، والتعليم او التعلم بقى اسهل، المجال بقى مفتوح. يعني زمان كانت المعلومه انك تحصل عليها تبقى صعب. ليه؟ لانه علشان اي حد خريج جديد او طالب كان لازم ينزل ويتدرب ويبقى واقف جنب حد او حد بيعلمه ويستنى يديله المعلومه او ما يديهالوش. ما زال الموضوع ده قائم ومهم انه يكون موجود، انه الاجيال بتسلم بعض. ولكن في كمان دلوقتي التعلم اونلاين بقى موجود ومفتوح، وفي فيديوهات وفي مقالات، وفي ناس كتير قوي يعني ربنا يكرمهم. يعني اخونا الصغير الكبير المقام دكتور محمد سعيد ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، يعني برضو عنده كتير، والبركه في الشباب ان شاء الله. قبل كده دكتور غباشي رحمة الله عليه، وقبل كده أساتذتنا الكبار اللي تعلمنا منهم وما زلنا بنتعلم. فلازم زي ما كنت بقول أنه أنا يبقى عندي الإرادة أن أنا عايز أتعلم، وبالتالي أدور إزاي أجيب المعلومة. وجود المعلومة دلوقتي بقى أسهل من الأول بكتير. الشركات والمؤسسات عليها دور كبير أن هي تساعد الشباب دول أن هم يتعلموا كويس، لأنه في الآخر هيجي لك. هو لما انت هتعلمه حتى وهو لسه بيدرس، هيعرف انه في كيان موجود اقدر استفيد منه، وبالتالي هيكمل معاك ويكبر معاك ويكبرك في نفس الوقت. فهي كلها منظومه واحده. وانا عايز اسحبك تاني للاتش ار. اتفضل. وعايز اقول ان في دلوقتي بقى سلوك لبعض الشركات والمؤسسات ان هي ما بتعتمدش على السي في، ولكن بتعتمد على السورس بتاع الشخصيه، وهي تقدر تديله معلومه. فالسورس بتاع الشخصيه وان هو يطوره جوه الشركه، فده عامل عاطق على الشباب ان هو لازم يكون كفء عشان انا كشركه اختاره اقول ده ينفع يعمل كده. هل ده بيتم في الاتش ار كده؟ طيب، هو الاتش ار يعني في جزئيه مهمه جدا، هي حته الانترفيو. الانترفيو او المقابله الشخصيه اللي بتحصل مع المتقدم لاي وظيفه جديده،
المتخصص في الاتش ار بيقدر يطلع من الشخص اللي قدامه المهارات اللي موجوده عنده او الكابابيلتي بيسموها اللي ممكن يبقى عارف انه ده فعلا لو استثمرت فيه هيديني عائد. لانه الموضوع عمره ما بيبقى لا بالخبره لا بالخبره بس طبعا الخبره مهمه ولا بالشكل. في عوامل تانية كتير مهمه جدا بالدراسه. الناس اللي دارسين اتش ار ويعني الاتش ار اصل فيه كمان متشعب فيه تخصصات كتير يعني من ضمنها الانترفيو ده علم لوحده ده في دراسه من ضمنها المكافآت وانك انت ازاي تحفز الناس اللي موجودين واللي شغالين معاك. يعني المجال مش بس زي ما كان في الاول حضور وانصراف ومرتبات والحاجات دي كلها لا ده جزء في بقى الحاجات التانية اللي هي زي ما حضرتك بتقول ازاي اخرج من الشخص اللي قدامي ده واعرف انه الراجل ده فعلا كفء او عنده الاستعداد حتى انه يتعلم اشتغل على المهارات بتاعته بالظبط. لان انت عارف السؤاليت في بعض الناس بيبقى عنده المعلومه لكن التواصل بيبقى ضعيف وفي العكس مظبوط يعني بيبقى عنده التواصل قوي بس المعلومه ناقصه عنده وده اخطر على فكره يعني ده ما بيحبش يقول انا مش عارف فبالتالي بيفتي بالبلد يعني. طيب هو بالنسبه للشباب عشان احنا دايما محور ده حوارنا هو بيتعلم بصريات بيبقى عنده هدفين هدف يسافر هدف يفتح محل وحاصر نفسه في الجزئيتين دول بس انتوا فين كشركه ان انت تعلموا يبقى الصيانه تعلموا الحاجات الملمه بنواحي المجال كلها هل ده في خطه الشركه؟ طيب هو احنا يعني لو تحديدا لو بنتكلم على جزئيه الصيانه احنا المهندسين اللي موجودين عندنا بيبقوا خريجين هندسه طبيه لانه احنا بنحب التخصص كمان. طبعا في شركه شقيقه موجوده في المجال وبيشتغل معاها دايما اللي هم خريجين البصريات في مجال السيلز والماركتنج وكده. فبس اللي انا عايز اقوله في الحته دي انه تطوير الشباب بيقع على عاتق غالبا في الغالب يعني محلات النظارات او شركات محلات النظارات. ليه؟ لان هو خريج البصريات المفروض ان مجاله يكون في محلات البصريات. طبعا مجال البصريات هو مش بس مجال بيع يعني وده من ضمن الحاجات المهمه اللي الشباب لازم يفهموها ولازم يحب مهنته على اساسها لانه المهنه الوحيده اللي فيها جزء بيعي ففي عندك علاقات بتحصل ما بينك وبين العميل. عندك جزء طبي تبقى لازم دارس يعني ايه تشريح عيون امراض عيون اخطاء انكسار لو عملت العدسه دي وفيها ترحيل معين في الضبط سنتر الاي بي دي والحاجات انا مش عايز اتكلم يعني في مصطلحات علميه كتير او فنيه بس بيبقى عارف مدى الضرر اللي ممكن يقع على مستخدم النضاره لو هو اخطا او تجاوز لحد معين. فيها جزء تجميلي لأنه هو بيبقى بيختار الفريم للعميل بيبقى بيشترك مع العميل في اختيار الفريم اللي هو في الآخر بيعكس شخصية الإنسان يعني أنا ممكن أبقى لابس ساعة أو لابس بدلة أو لابس كرافات أو أي حاجة بس ممكن بغيرها كل يوم والتاني ممكن وأنا خارج أي مشوار بغير لبسي بس النظارة بتبقى دايما موجودة على وشي. فمهم جدا أنه أخصائي البصريات يبقى فاهم دوره كويس يبقى عارف المجال اللي هو بيشتغل فيه إيه يبقى عارف مدى يعني رقي وجمال المجال اللي احنا بنشتغل فيه ومن هذا المنطلق يبدأ يطور من نفسه ويتعلم ويتواصل مع العميل من هو شامل كل شيء كل شيء المجال. طب أستاذن حضراتكم في مكالمة من أستاذ سامي منظور معانا على التليفون. ألو السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ سامي. الله يبركاته. ذكر استاذ احمد ذكر استاذ سعيد ذكر استاذ وليد حضرتك سعاده يا سعاده الباشا الله يحفظك يا رب. كان ليا سؤال لشخصك الكريم انا اعلم علم اليقين ان حضرتك من الاشخاص القلائل اللي هم بيحاولوا يطوروا مهنه البصريات وانت لمزتك يا استاذ سامي الامكانيات المستخدمه في هذا الشأن لا العفو يا فندم العفو كزميل وزميل فاضل اللي انا يعني سؤال بيطرح نفسه عندي كتير قوي
دائما وابدا الماكينات اللي هي الخاصه بقص العدسات، وخصوصا دلوقتي بقت التقنيه الحديثه كلها فول اوتوماتيد يعني. بس الاسعار يعني اعتقد انها مش عايز اقول مبالغ فيها، الاسعار غاليه جدا. فازاي ان احنا نقدر نواكب ان احنا نشجع الناس ان هم يشتروا الماكينات الحديثه، وبالتالي بيبقى فيه دقه في الميجرمنت والمقاسات وما شابه ذلك، وازاي ان احنا الاسعار اللي هي بتتعدى يعني ارقام فلكيه يعني لا يستطيع اي حد الا اذا كانت شركه كبيره، واذا كانت شركه كبيره كمان دي بتاخدها على انستولمنت كان او سنتين. فازاي نقدر نحقق المعادله دي؟ وشاكر جدا حضرتك. شكرا استاذ سامي على السؤال. طبعا استاذ سامي يعني استاذي الحقيقه، واول من خد بايدي كده ووقفني على البورد وعمل يعني، لانه كان بيعمل لنا تريننج الحقيقه. أيوة. فمن اول الناس اللي هو شجعني ان انا اطلع واشرح حاجه معينه، ومن ساعتها يعني بدين له بالفضل الحقيقه. أيوة. هو واساتذه ثانيه كتير يعني، عشان ما انساش حد. سؤال استاذ سامي سؤال مهم جدا. ده فعلا المفهوم اللي كان موجود او الوضع اللي كان موجود من يمكن سنتين او اكتر، انه اسعار الماكينات كانت مغالة فيها جدا، نتيجة ان هي كانت التكنولوجيا بتاعتها كانت صعبة ان هي تبقى بسعر مقبول بالنسبة للناس. في الوقت الحالي الموضوع بقى مختلف. الشركات انتبهت للحتة دي كويس قوي، وبدأت شركات اللي هي بتنتج الأجهزة البصرية نفسها وبدأت تنتج حاجات، ماكينات معينة، ماكينات القص اللي هي بتدي فعلا جودة، بتدي سرعة، بتدي دقة في التنفيذ، في نفس الوقت سعرها بيبقى مقبول، مش أقول رخيص أو لا، لكن في المتناول. بتدي لك كل الإمكانيات، حتى بما فيها أنك تعمل نظارة ريمليست بدون تدخل بشري إلا في الفيتنج النهائي. فبقت الأسعار مقبولة، وفي نفس الوقت احنا كشركة بنحاول ان احنا نقدم دعم في الحتة دي، ان احنا بنعمل تقسيط حتى بدون فوائد، على حسب طبعا نوع الماكينة، على حسب القيمة بتاعتها، على حسب فترة السداد، الكلام ده كله. بس اللي موجود حاليا لا، في أسعار بقت مقبولة، الناس تقدر ان هي يعني تتقبلها، او ان هي تشتري المكان ده بطريقه السداد، مش بس التقسيط للشركات الكبيره، اي ان شاء الله حتى محل صغير بس عنده بطاقه ضريبيه وسجل تجاري ويقدر يعمل تقسيط بشيكات احنا مسهل. وده يعني يعني كنا الاول غير مقبوله وبقينا مقبوله، ده نتيجه جوده قللناها؟ لا مش الجوده قللناها، هقول لسعادتك. قبل كده كانت التكنولوجيا مكلفه، وكان بيبقى علشان تجيب ماكينة لقص العدسات كان بيبقى تقريبا 3 أجهزة جنب بعض. كل جهاز من دول كان بيبقى ليه تمن. الشركات بدأت تعمل أجهزة نقدر نقول عليها بيسموها وان ستيشن، يعني هو جهاز واحد فيه الثلاث أجهزة دول اللي بيعملوا نفس الإمكانيات اللي كانوا بتعملها الثلاث أجهزة متفرقين. فبالتالي دي طبعا قللت التكلفة على الشركات، وبالتالي بتقلل سعر البيع. ولكن انا مش عايز اقول بتدي نفس الجوده، بالعكس بتدي جوده اكتر اعلى وامكانيات اكتر كمان. تمام. طب ناخد سؤال بقى خارج المنهج. اتفضل. هو مش خارج المنهج، نفس النظريه ديت ما تجيش بقى على النظارات الاوريجينال، يعني بقى نجيبوا حاجات اقل بقى بدل ما الاسعار مغاله فيها ويتم الكلام دوت. استاذن حضرتك في الاجابه بعد التليفون. اتفضل. معنا اخصائيه بصريات استاذ سلمى. الو. الو سلمى. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء النور. الحمد لله تمام. كنت بس عايز اسال مستر ويد سؤال كده لو امكن. اتفضلي. كنت عايز اعرف بس حضرتك عندك كام سنه؟ يعني صراحه السن مع المكانه العظيمه دي يعني ربنا يكرمك. طب عايزين سؤال تاني. طيب 28 ولسه ما ارتبطش. طب هو احنا يعني ممكن نعمل ايه عشان نبقى زي حضرتك كده؟ ربنا يكرمك يا سلمى. طبعا يعني اشكرك على المجامله الرفيقه دي. هو الموضوع باختصار انه حبي المجال بتاعك،
واديله هيديلك. ودايما دايما الانسان لازم يفضل يبقى عارف انه لازم يتعلم. انا لغايه النهارده ما زلت بتعلم، ومع احترامي للاستاذ سامي اكيد هيأيدني في نفس الكلام مع انه هو من اساتذتنا الكبار. مرحله مش عايز اقول الفشل بتبدا لما الانسان يفتكر ان هو وصل لقمه العلم، يقف مكانه. ولو انت اول واحد في السباق ووقفت مكانك اكيد هيجي حد يعديك. فلازم دايما الانسان يدور على العلم ويطور من نفسه. يعني انا بتحضرني يعني حاجه كانوا بيقولها لنا زمان، انه في يعني دكتور متخصص في حاجه في جراحه معينه بيعملها بطريقه ما حدش كان بيعرف يعملها غيره، وللاسف كان بيحتفظ بالمعلومه دي لنفسه. يعني ما كانش بيبيح بسر طريقه عمل العمليه دي او الجراحه دي لحد حتى من تلامذته، لانه خايف على نفسه، خايف على مستقبله. طبعا العلم اتطور، الشباب بداوا يدوروا على المعلومات، وصلوا لتكنولوجيا او طريقه يقدروا يعملوا بيها العمليه دي بطريقه احسن منه، فهو فضل واقف مكانه، تلامذته تقدموا عليه. نرجع تاني لسؤال سلمى، ازاي نوصل للحته دي؟ بالعلم، بحب المجال. ما افتكرش ان انا احسن واحد في الدنيا وعارف كل حاجه، لا، مازال في حد اكيد عارف معلومه. انا النهارده بتعلم من الشباب، واكيد زملائي بيتعلموا من الشباب، لانه النهارده انا لما ابني بيمسك الموبايل بيطلع فيه حاجات انا ما اعرفش اطلعها. فدايما دايما في تطور وفي علم. اهم حاجه ان احنا نبقى حابين ان احنا نتعلم. طيب كم سنه عشان خاطر نخلص السؤال عشان في مكالمه تاني برده معانا؟ طب بعد كم سنه في حاجه؟ طيب في جايزه 48. معانا استاذ وليد برده على التليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا سعيد جدا بالبرنامج طبعا، وبتابعه اسبوعيا، واهلا بيكم وضيوف محضرتك كلهم. اهلا بيك، شرف لينا. الله يخليك. انا كنت عايز اسال، انا بلبس نظاره بقالي سنين طويله، يعني انا ومعظم اسرتي. المشكله هنا ان انا لما اجي اجدد النظاره بحتاج ان انا اكشف كشف عدسات. كشف الطبي اللي انا بقوم بيه ده لازم اضطر اروح مستشفى او اروح لدكتور، وافضل قاعد في انتظار، وناس بتعمل عمليات وناس بتعمل فحوصات. انا بعيد عن ده كله، ليه ما يبقاش جوه المحل او ملحق بالمحل كشف النضاره؟ والله استاذ للعميل بتاع النضاره بنتكلم فيه على طول. والله هو موجود في كل دول العالم الا مصر. انا اعتقد ان احنا كده معانا يعني من ضمن الجمهور. يعني طبعا استاذ وليد بشكرك على سؤالك، وممكن كده يبقى عندنا يعني ناس داعمه للراي ده الحقيقه، لانه فعلا يعني مش المفروض انه حد عايز يعمل نظاره يروح ينتظر ويخش مستشفى والله اعلم في انفكشن ولا ايه الوضع. طبعا في الظروف الحاليه انا في يعني حد عايز يعمل كشف نظاره قالوا له الميعاد كمان 8 شهور. يا خبر ابيض. عشان الميعاد 8 شهور ليه؟ وفي ايه يعني؟ فموضوع فعلا يعني استاذ وليد للاسف، لان وقت الحلقه باقي معانا دقيقتين، فكنت حابب اسال بس حضرتك اخر سؤال، اللي ينقص المجال هنا في مصر؟ اللي ينقص المجال طبعا يعني غير الحاجات اللي احنا المفروض لسه بعيد عنها قوي مقارنه بالدول المجاوره لينا، انه يبقى في فحص نظر وعدسات لصقة جوه المحلات والحاجات دي. أنا أعتقد أنه اللي ينقصنا في المجال هو أنه حد ياخد بإيد الشباب يعلمهم. طبعا في شركات بتعمل كده بس عددها محدود. مهم أنه كل واحد موجود، ربنا يرزق الجميع، حد ربنا كرمه عنده محل، علم اللي تحت إيدك، علمه، دربه كويس. حاول أنك أنت يعني تشتغل يعني في حاجه، يعني انا مش عايز اقول الحاجات الكوبي والكلام اللي احنا عمالين بنتكلم فيه بقالنا سنين، ولكن على الاقل نبقى عارفين ايه هي، يعني ايه نظاره، يعني ايه جوده بصريه. الحاجات دي كلها لو اتعلمناها وعرفناها، طبعا اكيد في ناس كتير يعني موجودين في المجال وعندهم الخبرات دي وبيطبقوا الكلام ده، بس مهم ان ده يبقى القاعده العامه، يبقى عندنا ستاندر توريس. يبقى انت بتتكلم على حاجه، انه انا لو دخلت المحل ده او خرجت دخلت المحل ده، انا بتكلم في جوده بصريه موحده على مستوى مصر. مش كل واحد بيعمل حاجه على هواه.
حتى لو انا المكان مش متوفر عندي المعلومه انا ساعد الشخص اللي موجود عندي طلعه يتعلم. كان في جمله قلتها لي في احد اللقاءات مش ناسيها من كام سنه كده، فقلت لي احنا علينا هم الاثنين للمواطن والاخصائي. مظبوط. فده الترجمه اللي حضرتك بتقولها ان احنا لازم يبقى علينا هم الاثنين، المواطن ده اهم حاجه لان عينيه ما نسيبهوش للباعة الجائلين، والاخصائي ان احنا ندربه. فجزاك الله خير. ربنا يكرمك. حاجه اخيره بس، يعني انا برضو يهمني زي ما احنا بنتكلم على الاخصائي نتكلم عن اخونا المواطن، لان وعي المواطن في الحته دي مهم جدا. بالظبط. انت بتتكلم في اغلى حاجه في حياتك يعنيك، فما تسلمش نفسك لاي حد. دي نصيحه ما لهاش علاقه، انا لا عندي محل نظارات ولا ببيع نظارات للاند يوزر او المستهلك النهائي، بس ما تسلمش عينك لاي حد. يعني تاكد من المكان اللي انت داخله ان هيدي لك الجوده المطلوبه اللي تحافظ على اغلى جهاز في عينك وهو في جسمك وهو عينك. احنا سعدنا بحضرتك النهارده. اشكرك. شكرا جزيلا. مش هتكفي برضه يا استاذ حنان. عندي اسئله كتير والله. ده انا بص كنت ناوي يعني ويلك بس ما اعرفش ايه. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك حضرتك النهارده. فرصه سعيده جدا واشكركم على وقتكم. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. تعالى بحضرتك النهارده الحلقه. ربنا يخليك. ان شاء الله نلقى تاني ان شاء الله. باذن الله. على راسي ان شاء الله. بشكر حضراتكم وان شاء الله موعدنا الخميس القادم ودايما في الافضل باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.